نبلش بالجزء الثاني بهذه المحاضرة. عندنا شغلات مهمة نحب نركز لك عليها ونسوي لك على شكل ملاحظات انتبه عليها. هنا أنا لو قال لي بالسؤال عبارة out of the plane of the frame، من يقول لي out of the plane يعني خارج المستوى للفريم، معناته دي يشتغل هنا مع محور ال y axis. لو يقول لي in the plane of the frame يعني بضمن المستوى اللي يخص عندي الفريم، معناته دي يشتغل عندي مع محور ال x axis. هاي في حساب قيمة ال k، هاي الملاحظة في حساب قيمة ال k. من تقرأ كلمة out يعني عبارة out of the plane of the frame، out of معناته عندي هنا باتجاه محور ال y axis، فمعناته هنا يقصد ال k y. in the plane يعني معناته مع محور ال x axis، فمعناته ده يحكي على او ده يتكلم عن موضوع ال k x. اوكي حنشوفها بالمثال، يصير عندي الصورة ان شاء الله واضحة. اعطاني هذا السؤال او هذا المثال اللي امامي، اعطاني هذا الفريم مسلط عليه لود بكل مكان، تشوفه هنا على هذا الكولوم، عندي على هذا الكولوم ايضا مطيني قيم اخرى للديد لود واللايف لود، هاي موجوده امامك. اوكي هنا ايش يقول لي؟ يقول لي بالسؤال the columns for the frame and the accompanying illustration are pressed top and bottom against side sway out of the plane out of the plane of the frame. قيمة ال K تساوي لي واحد، ما طول قال لي out of the plane يعني معناته هنا يحكي على محور ال y axis. قيمة ال K هنا يساوي لنا واحد، بس ما قال لي K x او K y، قال لي K تساوي لنا واحد. في out of the plane فمعناته قيمة ال K y تساوي لي الى واحد. اوكي side sway is possible، ممكن side sway يصير عندي في حالة in the plane. in the plane يعني يا محور محور in the plane معناته محور ال x axis، فهنا معناته ال k x اني اجي احسبها. مين احسبها؟ احسبها من element chart اللي هو وضحنا لك اياه بالمحاضره المحاضرات السابقه. هذا ال element chart قلنا هنا نروح على هذا اللي هو c slash c 2.4 اللي يخص عندي side sway inhibited، غير يعني غير ممنوعه، يعني ممكن يصير عندي side sway، ممكن يصير عندي زاوية سوي اللي سميناه ممكن نسميه مومنت فريم. اوكي زين، اذا هنا انا ال KX اني اجي احسبها، اني اجي احسبها. زين نكمل السؤال. ديزاين ذا انتيريور كولوم، الكولوم الكولوم اللي داخلي صمم لي اياه باسيومنج ذات K تساوي لنا واحد وسكت، يعني معناته هنا ال KX وال KY اثنيناتها تفرضها واحد. اسيومنج قيمة ال K تساوي لنا واحد، يعني K تساوي لنا K X تساوي لنا K Y قيمتها واحد. الشغل وين يصير عندي؟ On the exterior column، الكولومات الخارجية determined the element chart، تروح على ال element chart. زين بياض element chart اروح احسب ال K X وال K Y، لا احسب ال K X. ليش؟ لان قايل لي side sway ممكن انه يحصل عندي is possible in the plane of the frame direction، in the plane معناته محور ال kx، معناته محور ال x axis، فمعناته انا احسب قيمة ال kx. زين ال ky ايش قد قيمتها ال ky؟ هنا انا قايل لي عليها باول سطرين من السؤال اللي هو هنا قيمة ال out of the plane تاخذ قيمتها k تساوي لنا واحد، فمعناته هنا قيمة ال ky مالته تساوي لي الى واحد. فنرجع بالديزاين من يجي على الانتيريور كولوم قال لي افرض قيمة ال K تساوي لنا واحد، فمعناته K X K Y تساوي لنا واحد، هاي سهلة. زين بالاكستيريور قال لي واحد من عندهم تشتغل عليه من جار، بس ما اعرف يا هو من اقرا العبارات مرة اخرى. هنا انا من قال لي البريست بال out of plane، فمعناته محور ال Y axis، وقال لي قيمته تساوي لنا واحد، يعني معناته هاي K تساوي لنا واحد، هاي K Y. زين بعد بال in the plane يعني معناته مع محور ال x axis، فمعناته قيمة ال kx، فهنا هاي ال kx اروح على ال element chart وهي وضح لي اياها، تروح واحدة من ال k تروح على ال element chart. انباوع على هذا الشكل مرة أخرى، انباوع هنا عندي جردر أو بيم هنا دبليو 30 في 99 ومعطيني الكولوم الداخلي وكولوم خارجي، هنا سوى تثبيت إلى من تأثير المومنت، سمى لي مومنت كونكشن، اعطاني هنا بن. شوف اعطاني هنا بن. اول شيء حبلش بيه انه اصمم الكولوم الداخلي، الكولوم الداخلي اختاريت
أنا سويت سلكت للمثود مالتي، عندي ثلاث طرق للحل. المثود الأولى سميناها جنرال، المثود الثانية، المثود الثالثة اللي أخذناها هسه من بارت الأول من عندها صنفناها. هسه احنا حناخذ أو نبلش بواحدة من الطرق. أنا بلشت بالطريقة الثانية. طبعا ممكن أن تستخدم الطريقة الأولى والطريقة الثالثة، أنت براحتك، بس دا أقول كل الطرق وأعطيك أمثلة أكثر. باو انتيريور كولوم دا طبق الثاني خطوات الطريقة الثانية، يعني باستخدام تيبل 4-1 أو إلى 24. أوكي، خطوة الأولى سبيسيفيكيشن، أجيش عندي سكشن، عندي اف واي، هل موجود عندي؟ ما عندي غير شيء. زين، احسب لي كي اكس كي واي للانتيريور كولوم، وقال لي افرض هنا مثبت، يعني كي واي تساوي لنا كي اكس يساوي لنا الى 1، فهنا طلعنا طول مالتي مطيها بالسؤال 16 فوت. احسب لي بي يو ابلاي، جيت هنا مسلط على الكولوم الداخلي ديد لود 400 ولايف لود عندي 1000 كيلو باون، فاوكي ضربت هنا داش بطريقه الار اف دي، فهنا جيت هنا البي يو مالتي 1.2 ديد لود زائد 1.6 لايف لود، استخرجت قيمتها. خطوه رابعه تحسب كي واي في ال واي، كي واي عندي 1، الطول عندي 16 فوت، مباوع الكولوم ما عندي تثبيت باي مكان باتجاه مثلا محور واي اكسس، فاخذ الطول كامل يعني بين من الهنج الى البن من الطرف الاعلى. حسبت كي واي ال واي، عندي الاف واي هنا 50، رحت على التيبل 4-1، اختاريت قوة اكبر من المسلطة، يعني اختاريت مقطع قوة يعطيني اياه 2170 اكبر من 2080. اوكي، هاي دا طبق خطوات الطريقة الثانية، ممكن انت حضرتك تراجعها وتشوفها. الخطوة الخامسة نكتب دايميشن للمقطع اللي انا اختاريته اللي اسمه W14 × 193، كتبت سويت تشيك للمقطع، شفت انه كي اكس في او اكس اوفر ار اكس على ار واي اصغر من كي واي ال واي، فا اوكي روح على الخطوه اللي وراها. اذا مو اوكي المفروض اني يا اما اختار مقطع اخر، يا اما اسوي لي معالجه واشوف هاي المعالجه ناجحه عندي او لا، وهاي شفناها بالمحاضره السابقه. اوكي، وراها تشيك لوكال باك لينك، تشيك عندي لوكال باك لينك اللي هو باستخدام تيبل بي 4.1، فشيك عندي اللوكال باك لينك مال المقطع عندي هنا مو سلندر او نون كومباكت، فهنا اوكي اقدر اختار المقطع اللي W14 × 193. هسه نبلش بالاكستيريور، اكستيريور كولوم، اكستيريور كولوم باول سطرين بالسؤال ايش قايل لي؟ اوت اوف ذا بلين تاخذ قيمه الكي تساوي لنا 1، معطول اوت اوف ذا بلين يعني قيمه الكي واي تساوي لي الى 1. زين، السايد سواي يصير عندي بالان بلين، يعني هنا الكي اكس اجي احسب الكي اكس، معطول عندي ان ذا بلين يعني مع محور الاكس اكسس، فاجي احسب الكي اكس. الكي اكس من احسبها بالاليمنت شارت، هذا اللي موجود امامك بهذا الاليمنت شارت اللي اسمه C/C2.4. اوكي، هسه انا كملت وعرفت شنو قيمه الكي فيما يخص الاكستيريور كولوم. زين، عندي انتبه هنا الاوت اوف بلين والان بلين مو فقط تخص لي الكي، لا ممكن انه تمثل لي محور اللود، اللود ممكن تمثل لي اللود. شوف من يقول لي اوت اوف ذا بلين يعني الكولوم ايش قد ما عندي مسلط عليه من اللود فقط، كانه ما يعني اشيل الكولوم واشيل اللود اللي مسلط عليه بس هو، يعني ايش قد عندي ديد لود ولايف لود، واجي انا اسوي له بطريقه الار اف دي 1.2 ديد لود زائد 1.6 لايف لود. من يقول لي ان بلين حاعتبر عندي النود ممكن يجيني من مكان اخر من ضمن الفريم اللي هو هذا المكان، اللي هو هذا المكان صار عندي منتصف او سنترويد الفريم اللي حياخذ ينتقل منا هذا النود الديد لود زائد اللايف لود بالفاكتورات، حينقل جزء من عنده الى هذا الكولوم، الى هذا الكولوم حينقل من عنده، حينقل نصف هذا اللود، نصف من هذا اللود انتقل نصف منه الى هذا الكولوم، وانتقل نصف اخر من هذا الكولوم بسبب عندي مسافات عندي متساويه، وعندي هنا بن مأشر لي هنا بن، فهسه حنشوفها شلون تعاملنا بيها. شوف اوت اوف بلين، اوت اوف بلين جينا حسبنا اللود
قلنا شقد عندي لود مسلط على الكولوم اللي المعني فقط، ديد لود لايف لود اضربته فاكتورات خلاص اللي هو 1.2 ديد لود زاد 1.6 لايف لود. من جينا ان ذا بلين اعتبرنا الكولوم ضمن فريم، فاكيد حينتقل له جزء من الـ من الـ من الـ هذا اللود اللي صار عندي بالمنتصف، يعني حينتقل نصف الى هذا الجزء ونصف الى هذا الجزء بحكم المسافات متساويه، وعندي هنا بن هنا 1.2 في 400 زائد 1.6 في 1000 طلع لي هنا 2080 كيلو باور. زين نصف اشقد 2040 حينتقل الى هذا الجزء و يعني 2080 عفوا اللود الكامل حينقل نصفه يعني 1040 الى هذا المكان و 1040 الى هذا المكان. فنباوع هنا البيو معناته صار عندي قيمتين، قيمة باللود اللي صار عندي فقط للكولوم واللود اللي صار عندي على الكولوم زائد اللود المنتقل من مكان اخر اللي صار عندي بمنتصف اللود او سنترويد لهذا الفريم. فصار عندي 2080 واحد من عندهم والاخر 1040. انا حصمم على اللود الاكبر اللي هو 2080. رحت ايضا استخدمت الطريقة الثانية احسب يعني طلعت كي واي او واي ورحت الى وقيمة الاف واي موجودة عندي هنا 50 مطنيها بالسؤال. رحت على تيبل 4-1 اختارت سكشن بي الفاي سب سي في بي ال هنا 2370 اكبر من البيو ابلايد الاكبر اللي هو 2080. هنا صارت عندي المسيطرة 2080 هو اللود الاكبر. زين وراها سويت كتبت تفاصيل المقطع وراها شيء احسب الكي اكس اقدر انساني اقدر احسب الكي اكس. ليش؟ لان المقطع صار موجود عندي، المقطع موجود. بما انه احنا يعني نتذكر انه انا من اجل احسب الكي انا لازم احسب قيمة الجي اي واحسب قيمة الجي بي. زين الجي اي والجي بي هاي تعتمد لي على قانون. شوف انا سميشن اي اوفر او الكولوم سميشن اي او للبيم. هنا شو احتاج احسب او موجودة عندي قيمة الاي بيا محور باتجاه محور الاكس اكسس. ما كان موجودة عندي بالخطوة الباوع. يعني هنا من جينا طلعنا الخطوة قبل كي واي قلنا لا تساوينا واحد لان قايل لي اوت اوف ذا بلين. من جينا كي اكس قلت لك ما عندي ما اقدر اطلع لان المقطع غير موجود. هسه من صار عندي موجود اقدر احسبه وعندي جيردر مطيني المقطع مالتي دبليو 30 في 99 فاقدر احسب جي اي وجي بي وجي اي هنا قيمته 10. ليش؟ لان عندي هنا الكولوم هنا عندي هنج لو كان عندي فيكس يكون عندي واحد. بالنهايه العليا حشوف عندي كولوم متصل بيها هذا الجوينت النهايه العليا هذا الجوينت متصل بكولوم ومتصل عندي ببيم واشتغل على محور الاكس اكسس اشتغل على محور الاكس اكسس في استخراج قيمة الكي اكس في استخراج قيمة الكي اكس. بس انتبه نانا شوف سويت نانا سايد سوي از نوت بريفنتد يعني نانا سويت تصحيح المن للجاردر. ليش؟ مباوع على الشكل مباوع على الشكل اللي مطيناه بالسؤال. شوف طاني هذا الكولوم وعندي هذا بيم بعدين طاني نانا بن البن وحاكي لي قال لي يابا ممكن يصير عندي سايد سوي. فمعناته انا اروح على التيبل اللي شرحناه بالبارت الاول هو هذا. شوف انا ليش كتبت الكاميرا تلوح حتى شوف هنا سايد سوي از نوت بريفنتد يعني ممكن يصير عندي سايد سوي وعندي النهايه بين فلازم اسوي تصحيح اللي هو الفا او تاو جي قيمته هنا 0.5. هذا شفناه قبل قليل بالمحاضره او البارت الاول من هذه المحاضره. فصارت عندي هنا الامور واضحه بابا هنا ضربته في 0.5 واشرت لك. ليش؟ لان السايد سوي از نوت بريفنتد. حسبت قيمه الكي اكس جيت شيكت المقطع كي اكس او اكس اوفر ار اكس على ار واي شفت هنا طلعت لي 21.8 في حين قيمه الكي واي ال واي 16. تلاحظ هنا الفرق كبير جدا بيناتهم هنا الفرق تقريبا 5.8 يعني تقريبا 6. ف يعني ما اقدر اسوي لي معالجه ولا اسوي لي انتربوليشن اللي حكينا عليه بالمحاضره السابقه. فلازم شو اسوي؟ لازم اختار غير مقطع. عموما انا سويت قلت للسهوله راسا اروح اطبق الجنرال بروسيجر لانه الدفرنس صار عندي عالي صار الدفرنس بيناتهم عالي فراسا راح اطبق الجنرال بروسيجر الطريقه اللي هي تيبل 4-22 اروح الى خطوات الطريقه الاولى
حطوا على نفرض كي ال اوفر ار قلنا بين 50 ل 60 فرضته 60 اروح على التيبل بقيمه الكي ال اوفر ار اللي انا فرضته قيمه الاف واي 50 اطلع اجهاد اجي احسب اريا جروس. هاي خطوات الطريقه الاولى. ليش رحت عليها مباشره؟ لانه طلع لي الفرق كبير بيناتهم ما اقدر اساويهم بيناتهم. اوكي نختار اريا جروس من المنوال اكبر من اريا جروس ريكويرمنت. بس انتبه هنا اول يعني اول خطوه اللي بلشت بيها اختاريت اريا جروس. تلاحظ انا طلع لي الاري جروس اللي احتاجه برا. شوف هنا الاري جروس طلعت لي 62 وما شيك عند المقطع، فبدي اسوي محاوله اخرى لازم اختار اكبر من الاري جروس اللي اختاريتها باول محاوله. هنا 62 فانا وين رحت؟ رحت صح قال لي 60.1 بس 62 ما شيكت من الطريقه الثانيه، فمعناته لازم انا اختار اكبر من 62. فكتبت لك على فيرست تراي اول محاوله تختار اكبر من 62، فاختاريت 68.5 للمقطع اللي اسمه W14 × 233. والله حسبت هسه من صار عندي المقطع موجود اجي احسب جي اي جي بي جي اي 10 لنهايته عندي نانا ايج جي بي باستخدام الاي اكس بالنسبه للكولوم بالنسبه للبيم، وعندي البيم موجود جاهز هو 30 × 99 هو الجاردر. هنا أنا اقدر وراها اجي احسب قيمه الكي اكس. اوكي كمل. هسه انا بدي احكي بخطوات الطريقه الاولى، اخذت كي ال اوفر ار باتجاه الاكس، كي ال اوفر ار باتجاه الواي، اخذت اكبر واحد بيناتهم، طلعت الاجهاد، الاجهاد ضربته في الاريا جروس، شفت انه باني 2287.9 كيبس اللي هو اكبر من 2080 اللي بيو ابلايد. فاوكي المقطع يشتغل عندي ما عندي مشكله. شيك لي اللوكال باك لينك رحت على التيبل بي دوت 41 امين شيكته اوكي ما عندي مشكله. يلا اقول المقطع عندي W14 × 233 ممكن انه هاني يشتغل عندي اكستيريا كولوم. زين انتبه هنا أنا شفت هذا التصحيح، شوف اراجع لك اياه هنا كتبنا هنا 0.5. ليش؟ لانه ممكن صار عندي هنا بن بن او هنج. شوف صار عندي هنا بهاي النهايه بهذا لما اجي اشتغلت على الجوينت الموجود عندي. زين بعض من الحالات يقول لي مثلا يشتغل لي هذا الكولوم ان الاستيك، فمعناتها ايضا هم اسوي لي اروح على ستيفنس ريدكشن فاكتور اطلع التاو اي من تيبل 24 ممكن اثنيناتهم اعطيك اياها، ممكن يعني اثنيناتهم اخليك تشتغل عليها بالسؤال. عموما هنا ما طول ما حكى لي عن حاله الالاستيك بيهيفير، فاني حفظ حاله الالاستيك بيهيفير للكولوم واشتغل عادي ما اروح على التاو اي. فانتبه هاي النقطه جدا مهمه. فنباوع عندي الاوت اوف بلين هنا هاي الملاحظه تخص عندي الكي اكسس يعني عفوا الكي على 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 الفاكتور اللي اسمه كي اوت اوف بلين يعني معناته محور الواي اكسس. فهنا يقول لي هنا كي واي ان ذا بلين معناته مع محور الاكس اكسس. هاي تعاملنا بيها على حسب التسميه اوت اوف ذا بلين واي ان ذا بلين اكس اكسس. هذا في يخص شنو؟ يخص عندي الكي. زين بما يخص اللود من يقول لي اوت اوف ذا بلين تخيل عندك الكولوم بحده هو اللود مالته مو من ضمن الفريم، هذا معناته الاوت اوف ذا بلين يعني بشكل مبسط عم يصير عندك الصوره قريبه. زين من قال لي ان ذا بلين اللود شوف اكو لود ينتقل له اي اكو لود انتقل له من هنا لان نتيجه عندي هنا بين فاللود حي نصف هذا اللود حينتقل الى هذا الكولوم. فاجي اجمع هذا اللود اللي مسلط عليه الكولوم مباشره زائد نصف هذا اللود واخذ اكبر واحد بيناتهم. طبعا انا اصمم دائما على اللود الاكبر. ما احب اطيل عليك بالمحاضره ويعني انا اشكرك وبارك الله بكم وبجهودكم. شكرا جزيلا.